صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان هناك رجل مصر على المعصية مثل شرب الخمر أو غيره من المعاصي، ونصحته أول مرة وأنكرت عليه وهو لا زال على معصيته، فهل تبرأ الذمة بنصحه في تلك المرة أم لا بد من نصحه في كل مرة؟ لا بد كل ما رأيت على معصية أن تنصحه، ولا تكن مثل بني إسرائيل ينصح أحدهم أخاه عن المعصية ثم يراه في اليوم الثاني والثالث ويتركه ويجالسه ويأكل ويشرب معه، فلما رأى الله ذلك لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلا يسعك إلا أن تنصح دائما ما دمت تشوفهم على المعاصي، ما تسكت. وإذا رأيت أنهم ما يمتثلون لا تجلس معهم، ابتعد عنهم، اسلم من شرهم. نعم. أما أنك تخالطهم وتجالسهم وتواكلهم وتشاربهم تتركهم تقول أنا نصحتهم أديت ما علي، لا ما أديت ما عليك، كرر النصيحة ما دمت معهم. نعم.